المنتخب المغربي، منتخبنا بطل العرب بطل العالم، خارج منافسة بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الإقصاء أمام منتخب جنوب أفريقيا، ما سمعش صوت أي حد عربي بيتكلم غير بكل خير في حق المنتخب المغربي أسود الأطلس، المنتخب الرابع عالميا، المنتخب اللي قدم مباراة النهاردة أكثر من رائعة أمام منتخب جنوب أفريقيا. قدرنا نستحوذ على الكرة حتى الدقيقة 60 من عمر اللقاء. استطاع منتخب الجنوب أفريقيا إحراز الهدف الأول إمتى؟ بقدم مكوبة، بقدم من ضربة حظ، نتيجة خطأ دفاعي وفي ظل غياب دفاعي تام. أيضا نفس اللاعب سفيان مرابط اللي كلفنا الخطأ الدفاعي في ظل الغيابات الدفاعية، نفس اللاعب كلفنا كتير في آخر 5 دقايق من أحداث اللقاء أو في آخر 10 دقايق بعد حالة الطرد اللي تعرض لها سفيان مرابط. كنا قريبين جدا من التعادل أمام منتخب جنوب أفريقيا وكانت المعنويات مرتفعة جدا، ولكن حالة الطرد لسفيان مرابط خلاص المنتخب جاب آخر، المنتخب فقد معنوياته وقال لك خلاص مفيش بديل عن الهزيمة أمام منتخب جنوب أفريقيا. نقدر نقول قدر الله وما شاء فعل، هزيمة غير مستحقة، وبالأخص الحكم اللي تغاضى كثيرا عن الأخطاء تجاه منتخب جنوب أفريقيا. كان المفروض أقل شيء حالة طرد في عناصر صفوف المنتخب الجنوب أفريقيا، حكم حالة طرد، وبالأخص بعد حالة ضربة الجزاء اللي شاطها أشرف حكيمي، بعد ضربة الجزاء اللي أشرف حكيمي شاطها في الدقيقة 80، أنا قلت بعد ضربة الجزاء اللي خرجت ده يا جماعة، قلت إن إحنا خلاص خارج المنافسة، لأن بصراحة بيبقى باين وبيبقى واضح كده في علامات بتدل إن أنت مادام ما وفقتش في ضربة جزاء بالأخص، يبقى أنت كده خلاص يعتبر كل الطموحات أو كل الآمال اتقفلت قدامك، ويبقى كده كل الأمنيات اتعلقت على ضربة جزاء واتصدت، يبقى كده مفيش حظ نهائيا في المباراة والرجوع أو العودة في المباراة. هارد لك للمنتخب المغربي، الأسد المغربي اللي لعب مباراة وقدم مباراة أكثر من رائعة أمام جنوب أفريقيا. كل لاعبين المنتخب المغربي دون استثناء بتواجد كل من ياسين بونو اللي بعتبر الهدف الثاني يكاد يكون متحمل فيه بنسبة 60%، الكرة على يسارك من ضربة حرة مباشرة أو تعتبر على يمينك، لو جينا نبص للجهة الأخرى الكرة على يمينك وسهل جدا إن أنت تصدر الكرة، ولكن نقدر نقول قدر الله ما شاء فعل. ياسين بونو تصدى لأكثر من 3 كور، وبالأخص في الشوط الأول تصدى لكورتين من هجوم المنتخب الجنوب أفريقي. ياسين بونو قدم مباراة أكثر رائعة اليوم أمام جنوب أفريقيا. مفيش إلا عندنا بس حالات التغيير، بأخذ في الاعتبار اللي بأخذ عليه بالنسبة للمدرب وليد الركراكي الخطأ اللي وقع فيه، وكثيرا من المدربين العرب بيقع في الخطأ ده. غير لاعب من خط الوسط أو غير لاعبين من الهجوم في البداية ونزول لاعبين من خط الوسط، غير الزلزولي وغير أمين عدلي، وكان مضطر إنه ينزل لاعبين في خط الوسط في الدقيقة 60 أو في الدقيقة 65 علشان يقدر يسيطر على منطقة خط الوسط ويقدر يبني هجمات على حدود منطقة خط الوسط ويقترب من منطقة خط ال 18 ويفتح الثغرات أمامه، لكن الحظ ما حلفوش. جينا في الدقيقة 75 من عمر اللقاء مع اقتراب آخر ربع ساعة من أحداث اللقاء، ويحصل سفيان مرابط على الكارت الأصفر على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة. طبعا دي يا جماعة تحطك في موقف محرج جدا بعد نزول لاعبين في خط الوسط، بعد نزول لاعبين أمامك، إما أن تنزل مدافعك زي ما حصل ونزل يحيى عطية وطلع نصير مزراوي. لو أنا مكان وليد الركراكي من جهة أخرى، وبصراحة كده كنت هجازف
وكنت هنزل يحيى عطية الله بديلا من سفيان مرابط، لأن مرابط حالة كارت أصفر يعني معرض للطرد في أي وقت. فلو أنا مكان الركراك وكنت هجازف وانزل يحيى عطية الله، حتى لو هربع هلعب بأربع أو خمس مدافعين في الحالة دي، ما قداميش إلا إني أحافظ على عناصر اللاعبين وعلى عناصر الفريق نظيفة حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة. لكن نقدر نقول قدر الله برضه ما شاء فعل. الزلزولي قدم مباراة أكثر من رائعة اليوم يا جماعة، وقدم مجهود بدني أكثر من رائع أمام جنوب أفريقيا، وبالإضافة للهجمات الكتيرة اللي ضاعت في ظل عامل الرقابة اللصيقة على عبد الصمد الزلزولي، ما قدرش إن هو يتحرك بالكرة أو ينفذ الهجمات وينهي هجمة، فكان مضطر إن هو يلعب الكرة أو يمررها أرضية علشان ما تلاقيش حد. وفي نفس الوقت أكثر من فرصة ضاعها لعبد الصمد الزلزولي، اضطر الركراك إن هو يغيره. وأيضا أمين حارس وإسماعيل سبيري اللي بأخذ على المدرب وليد الركراكي، اللاعبين ما أدوش ما عليهم في المباراة، التغييرات تكاد تكون غير موفقة النهاردة يا ركراكي أمام جنوب أفريقيا. المنتخب اللي كان بيدافع حتى الدقيقة الستين، حتى الدقيقة الـ65 من أحداث اللقاء، ولم يجد أي فرصة للضغط على المنتخب المغربي، بل بالعكس أسود الأطلس كنا متفوقين وكنا متغلبين عليهم هجوميا، وكنا قريبين جدا من إحراز هدف التقدم لولا براعة حارس المرمى اللي اتصدى للعديد من الكور، وأيضا أكثر من فرصة ضائعة لعبد الصمد الزلزولي. وأشرف حكيمي ضربة جزاء ضائعة ارتطمت بالقائم الأعلى لتخرج خارج المرمى خارج الشباك. سوء الحظ ونتيجة عدم التوفيق في المباراة اليوم، نقدر نقول أطيب التمنيات بالعودة في اللقاءات القادمة بمشيئة الله تعالى. وأنت المنتخب العربي الوحيد اللي نفتخر بيه آخر المنتخبات العربية المغادرة كتيرا وكثيرا، وأكثر من جمهور عربي وبالأخص في الدول العربية كان نقدر نقول كان بيراهن عليك زي ما حطيت قدمك داخل الأراضي الإفريقية على الأراضي الإيفوارية على ملعب لوران باكو باللعب أمام سيراليون في المباراة الودية اللي انتهت بنتيجة 3 أهداف لصالح أسود الأطلس. كتير كان بيراهن وبيقول إن المنتخب المغربي أول المنتخبات المغادرة من البطولة، لكن لأجل براعة القدر وعلشان نعرف إن ربنا بيحبنا، وفي نفس الوقت الدعوات المغربية الخالصة القلبية والدعوات المصرية هنا ومن داخل قناته وكل الدعوات العربية، المنتخب المغربي آخر المغادرين، وفي نفس الوقت أدى بطولة أكثر من رائعة، صعد كأول المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بعد فوز غالي على منتخب تنزانيا بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء، وفوز آخر على منتخب زامبيا 1-0، ومن خلال الفوز أعطى أمل وأعطى الطموحات مجددا للمنتخب ساحل العاج المنظم والمستضيف للبطولة باستكمال مشواره في البطولة. والفوز على منتخب السنغال بالأمس والتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية طبعا إنجاز مغربي خالص. صعودنا كأول المنتخب كأول المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بينما أقصيت المنتخبات العربية كلا من المنتخب الجزائري أقصى من مرحلة المجموعات بعد هزيمة مدوية أمام منتخب موريتانيا بنتيجة 1-0، المنتخب التونسي أقصي أيضا بنقطتين بعد تعادلين أمام مالي وأمام جنوب أفريقيا، وهزيمة مدوية أمام منتخب، وخروج للمنتخب المصري منتخب الفراعنة من الدور ثمن النهائي أمام منتخب الكونغو أيضا بضربات الحظ ضربات الترجيح بعد ضياع محمد أبو جبل لضربة ترجيح لضربة الجزاء لينهي وليقضي على آمال الفراعنة في مباراة ثمن النهائي. يعني نقدر نقول هارد لك للمنتخب الأطلسي، هارد لك للمنتخب الرابع عالميا، هارد لك لأسود الأطلس أبطال العالم.
معاطية بالتمنيات بالعودة بمشيئة الله تعالى وقادرين على العودة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المغربية 2025 بمشيئة الله تعالى ستكون مغربية خالصة مع تغير في العوامل المناخية وفي الظروف، وبمشيئة الله تعالى ستكون البطولة مغربية خالصة. أطيب التمنيات لأسود الأطلس بالعودة في اللقاءات وفي البطولات القادمة، وإلى مزيد من التقدم والإنجازات للكرة المغربية. وارفع راسك فوق، أنت مغربي، ارفع راسك فوق، أنت أحد من عظماء القارة في الكرة، في كرة القدم. ارفع راسك فوق، أنت يعتبر أحد عظماء العالم. الحكم لم يحتسب أكثر من ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي، وأيضا ضربة الجزاء اللي لعبها أشرف حكيمي كانت تستحق الطرد يا حكم في عناصر صفوف المنتخب الجنوب أفريقي. يعني في تغاضي من التحكيم، في انحياز لصالح منتخب جنوب أفريقيا، طبعا البطولة الأفريقية. وأيضا منظم البطولة موتسيبي، أو يعتبر رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجنوب أفريقي موتسيبي، أطيب التمنيات القلبية بمشيئة الله تعالى في العودة، بالعودة في اللقاءات القادمة للمنتخب المغربي أسود الأطلس أبطال العالم. وأشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارفع راسك فوق، أنت مغربي، أطيب التمنيات للمنتخب المغربي العودة في البطولات القادمة بمشيئة الله تعالى، كأس الأمم الأفريقية 2025 المغربية، وستكون مغربية خالصة بمشيئة الله تعالى. إلى مزيد من التقدم والإنجازات، وأشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.